لدي طيور في المنزل كنت أضع لها الماء والطعام يوميا، وذات يوم نسيت ذلك فوجدتها ميتة وأنا نادم على ذلك، هل علي شيء؟ إذا أنك لم تتعمد هذا الشيء وإنما نسيت، الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان ليس فيه شيء، ولكن ماذا تريد بهذه الطيور التي تحتجزها وتعرضها للهلاك؟ الذي ينبغي أنك ما تحتجزها ولا تجعلها عندك إلا إذا تعهدت بمصالحها أو وكلت من يلاحظها عند غيابك أو عند نسيانك أو نعم.